معكم. خلينا نحتفل بورلد قرآن أور، ساعة واحدة في العالم على 22 رمضان أو 13 أبريل من الساعة 12 لحد الساعة 1 الظهر، مع مهمة سورة الإنسان We humanize the أمة، عالم الحنية، ونتعامل مع القرآن، نقرأ ونفهم ونطبق. تعالوا انضموا معنا. We strive to follow Allah's way and His messengers without delay.